افتتح وكيل وزارة التجارة نجم الدين داود بأرض المعارض ببوري معرض السودان الدولي 11 لتكنولوجيا معدات البناء والتشييد الذي تنظمه شركة سودا إكسبو للمعارض والمؤتمرات بمشاركة عدد كبير من الشركات المحلية والوكالات الأجنبية. وقال مدير عام شركة سودا إكسبو للمعارض صلاح عمر الشيخ إن المعرض يهتم بعرض أحدث التقنيات والآليات الجديدة في مجالات البناء والتشييد، إضافة للمنتجات الجديدة في مجال الحديد والأسمنت والأرضيات والديكور والألمونيوم، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من شركات التطوير العقاري تشارك في المعرض. حقيقة هذه الدورة واحدة من الدورات اللي أعتقد أنها متميزة جدا بالرغم من الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، لكن هنالك مشاركات متعددة من دول استطاعت أن تقيم شركات أو أن تنشئ شركات هنا من الصين ومصر والأردن وكوريا وبعض الشركات الأخرى السودانية المختلطة. من هنا بندعو كل الذين يهتمون بهذا الأمر من المهندسين ورجال الأعمال والمقاولين أن يزوروا هذا المعرض وأن يسروا التجربة، هذه التجربة التي زرنا خلال 11 سنة نحن منتظمين فيها دون أن نتوقف، ونأمل أنه نستمر فيها إلى سنوات مقبلة.